السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم في هذا الفيديو جبت لكم اخر صيحات الموضه والجديد كذلك فيما يخص ملابس تركيا لفصل الخريف. كيف ما كتشوفوا معايا كاين هذه الموديلات الرائعه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، موديلات حصريه على القناه، اول مره غتشوفوها معايا في القناه. كيف ما كتلاحظوا معايا موديلات عصريه، موديلات جديده، فاللي بغات توصل بالجديد ما عليها غير انها تنضم للقناه، تفعل زر الجرس، جرس الكل، باش توصلوا بكل فيديو. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كاين هاد الموديلات، هادو هذا فستان كيف ما كتلاحظوا كيجي على فوق منه على شكل جيلي في البيج مغلوق. كاين كذلك هاد التنسيقه، هادي الثروه الفوقاني ديالو، الخرسي كيجي بالحزام. كاين هاد الفستان الفوقاني ديالو كذلك في اللون الاسود والرمادي. هاد الموديلات هادو فيهم لوينات، فيهم هاد بلومارين مع رمادي، فيهم كذلك هاد الزيتي والاسود. كاين هاد البيج مفتوح مع البيج مغلوق، وكاين الاسود اللي شفنا قبل مع رمادي. وكاين كذلك هاد الموديل، هذا حتى هو موديل عصري، موديل جديد، فيهم لوينات جديده، لوينات حصريه كيف ما كتلاحظوا معايا، لوينات توندونس. وبالنسبه للمعاطف كاين هاد المعاطف هادو لفصل الخريف، هادو كيجيو شويه خفافين كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم لوينات كذلك لي توندونس. كاين كذلك هاد الموديلات فساتين شتويه، عفوا فساتين فصل الخريف، كيجي الثوب ديالهم شويه خفيف كيف ما كتشوفوا، انما كيجي شويه سخون مناسب يعني لفصل الخريف. كاين هاد لي شوميز هادو اللي كيجيو كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الشكل، هادو فصاله ديالهم فصاله عصريه، فيهم لوينات لي طونونس كذلك الاخضر ملكي، الازرق، الاورانج، وكذلك الاسود. بالنسبه لهاد لي زونسومبل فيهم هاد البيج، وفيهم كذلك هاد الشيبي، فيهم جوج لوينات كيف ما كتلاحظوا معايا، وكاين الاسود مع هاد الاحمر. بالنسبه للفساتين الشتويه كاين هاد الموديل اللي شفنا قبل، فيهم هاد الماغو مغلوق كيجيو طوالين، وهيدا كيجيو بالحزام، كيجيو مزيونين في اللبسه. كذلك فيهم اللون الاخضر. بالنسبه للجياب كيجيو على هاد الشكل، هذا في اللون الاسود. وكاين موديلات حصريه كذلك. بالنسبه لهاد الموديلات هادو لفصل الخريف كاين هاد الموديل شوميز اللي كتجي هيدا بالحزام عريض، كاين هاد النوعيه ديال الفساتين حتى هما كيجيو طوالين لفصل الخريف، الثوب ديالهم كيف ما كتشوفوا فيهم الاورانج كذلك، كيجيو بالقاب كيف ما كتلاحظوا، الكمام كيجيو مجموعين وكيجيو طوالين كيف ما كتشوفوا البنات في الفيديو. وكذلك بالنسبه للموديلات لفصل الخريف كاين هاد الموديل، هذا لونسومبل اللي كتشوفوا معايا في بلون كاسي، والفوقاني كيجي هيدا في اللون الازرق ملكي، كاين حتى الموف كيف ما كتشوفوا. هادو البنات موديلات حصريه، موديلات جديده، فما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم باش هما ياخذوا افكار على الجديد فيما يخص فصل الخريف لسنه 2023. بالنسبه لهذا الموديل كيف ما كتشوفوا الثروه كيجي هيدا فضفاض واسع، بالنسبه الفوقاني الشوميز اللي كتجي هيدا بالحزام فيهم هاد الالوان اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للثروه كامل كيجي في اللون الابيض، الفوقاني اللي كيجي هيدا بالالوان كيف ما كتشوفوا هنايا الاصفر والماغو مغلوق مع الابيض، نسقت هنايا مع الفولار في الماغو مغلوق كيف ما كتشوفوا معايا اللون الابيض، يعني كيتواتى مع جميع الالوان. بالنسبه للموديل الموالي كيف ما كتشوفوا البنات كاين هاد الفستان، فستان كيف ما كتشوفوا معايا كيجي بالحزام، كميمات كيجيو مجموعين، وكاين هاد الموديل حتى هو فستان المحجبات.
كيجي مستور وانيق في نفس الوقت، فيهم الاسود والبيج. وبالنسبه لهذا الموديل اللي كتشوفوا معايا البنات، هادو لي المناسبات، كيجيو الصراحه راقيين في اللبسه. السروال والفوقاني ديالو، بالنسبه للسروال كيف ما كتشوفوا كيجيو فصاله ديال عاديه وكيجيو شويه قصارين. بالنسبه للفوقاني كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا البنات، فصاله ديالها فصاله عصريه، فصاله جديده، فيهم هذا الموف. وبالنسبه لهذا الموديل، هذا السروال اللي كيجي الفوق منه الشوميس كيف ما كتلاحظوا معايا نفس اللون، هذا لونسومبل، والتحتاني كيجي في اللون الاسود. وكاين هذا الفستان هذا ديال الجين كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي بتكريش على الطول ديال الصدر، وكذلك كيجي بالحزام، كيجي طويل، كميمات كيجيو مجموعين. بالنسبه للموديل الموالي كاين لونسومبل في اللون الابيض، والفوقاني ديالهم كيجي هيدا في الازرق، كيجي مفتوح وطويل. كذلك كاين هاد لونسومبل بالنسبه للتنوره والفوقاني ديالها في الغوز، وتحتاني كيجي هيدا في الازرق. بالنسبه للموديل الموالي كاين هاد الفستان اللي كيجي في اللون الاسود وفيه البيج، فصاله ديالهم على الكمام كتجي على هذا الشكل هذا. كاين كذلك موديلات عصريه بالنسبه للملابس تركيه للمناسبات، كاين هذا الموديل في اللون الاسود كيجي منبت هيدا في الذهبي، وكاين كذلك منبت في الاسود اللون في اللون. بالنسبه لهذا الموديل كيف ما كتلاحظوا معايا، فستان كيجي هيدا على هذا الشكل هذا، فيه الالوان كذلك. بالنسبه للموديل اللي كتشوفوا معايا البنات في الفيديو، حتى هو للمناسبات، فيه جوج لوينات الاسود والابيض. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو للمناسبات، وكاين هذا بلومارين حتى هو كيجي هيدا منبت كامل على الصدر، فيهم حتى اللون الاسود كيف ما كتعرفوا كيجي راقي في اللبسه. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو فستان كيجي في الزيتي، كيجي منبت على الكمام وكيجي بالحزام. كاين هذا الفستان هذا في اللون الاسود كيجي بالحزام حتى هو كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للملابس للمناسبات كاين هذا الموديل هذا في جرين مفتوح، وكاين حتى في بلو مارين. وهنا يا حبيباتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وكيف ما عودتكم دائما الجديد فيما يخص هذه النوعيه ديال المحتوى اللي هو موضه محجبات. مع السلامه.